هجرة النبي في 10 خطوات. 1، النبي يأذن لأصحابه في الهجرة ويأخر هجرته ليطمئن على أصحابه أولا. 2، أبو بكر يستأذن النبي في الهجرة والنبي يطلب منه التأجيل لعل الله يجعل له صاحبا فيتمنى أبو بكر أن يكون النبي هو الصاحب. 3، قريش تعقد اجتماع للاتفاق على قتل النبي قبل الهجرة ويحيط ببيت النبي. 4، النبي يطلب من علي بن أبي طالب أنه ينام في فراشه لتعطيل قريش وليرد الودائع، فهو الأمين على أموالهم وهم يريدون قتله. 5، يتجه النبي مع أبو بكر إلى غار ثور للاختباء 3 أيام حتى تتعب قريش من البحث. 6، الغار في أعلى الجبل على بعد 4 ساعات من الصعود السريع المستمر يصعده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. 7، الشباب هم من حموا النبي في هجرته، علي بن أبي طالب 20 سنة، أسماء بنت أبي بكر تحمل لهم الطعام وهي حامل 21 سنة، عبد الله بن أبي بكر يحمل لهم أخبار قريش 19 سنة، عامر بن فهيرة يرعى الغنم بجوار الغار ليمحو آثار الأقدام 20 سنة. 8، قريش تصل للغار ويخاف أبو بكر والنبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فمن توكل على الله وأخذ بالأسباب لابد أن ينصره الله. 9، يهاجر النبي في اتجاه الجنوب أولا عكس اتجاه المدينة في الشمال، ثم يتجه نحو طريق البحر حتى يصل المدينة. 10، يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليستقبله أهل المدينة بأغنية طلع البدر علينا ليبدأ تاريخ عظيم للإسلام والمسلمين. انشرها حتى يتعلم شبابنا وأولادنا هجرة رسول الله. كل عام وأنتم بخير.